بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. أعرب وزير الداخلية في هذه البرقية لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة عن عميق التقدير وصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.